دمه. ايه الارقام؟ هو ايه بقى اللي الفريق بتاع برضه حجم الجزيئات؟ لو حجم الجزيئات عليها تقول ايه؟ حجم من واحد من عشر حد واحد لو في الرينج ده يبقى ده ايه؟ تو. طب من واحد لحد 100 حد من واحد لحد 100 يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ طب لو اسمه لو اكتر من كده؟ اكيد في نحت. طيب الكلر بالنسبة للكلر لون لو كليب يعني لو شفاف قوي يبقى ايه؟ طب لو تربت يعني تربت يعني لون متعكر يبقى ايه؟ طب لو صوت بيتي مش هتبقى ايه؟ صوت بيتي يبقى معكر بس تبقى بريتس تمام؟ ايه الموضوع ده تاني؟ وصلت؟ الناس اللي قايمة معانا ورا ايه؟ مش عارف شكله زي ما طيب لا بالنسبة للمرض ايه اللي يعدي الضوء وايه ما يعديش الضوء؟ الضوء صغير لا ما يعديش طب والتنين تانيين؟ طيب استفدت ركزوا عشان حد قال في الاخر لا تصور الأمثلة دي عشان أسألكم فيها. طيب احنا قلنا استيليوشن محلول قلنا محلول بيتكون حاجتين سوليوشن وستيليوشن تمام؟ المحلول ده ممكن يكون حاجتين يا إما مخفف يا إما ضيوت يا إما يكون كونتريت ضيوت يعني مخفف مخفف يعني إيه؟ مرتب طب ده اللي احنا على إيه؟ على السوليوت مرتب على كمية ايه؟ نعم ما قلنا دي يعني مثلا دي عندي شويه مثلا الاثنين بيقول لك الوتر از ذا موست كومن سولفنت يعني ايه؟ دي الميه اكتر حاجه ممكن احسن حاجه ليه؟ مكتوب قدام لا احنا خلينا
ماشي. اللي هو متقلينا جزئين صح؟ مش كامل التقليل. ايوه صح؟ صح كده؟ طيب ثالث حاجة هايبر بريديشن. يعني ايه هايبر بريديشن؟ هايبر بريديشن يعني ايه؟ تفكر بسرعة. هايبر بريديشن يعني تفكر تمام؟ ضربت غلط معلش طولت عليك. لا حلو. طيب هايبر بريديشن هتبقى شكلها زي هتبقى كده سموث الوتر السيجنيفيكانت تو ذا دانس لايف يعني سيجنيفيكانت مهم قوي يعني الميه النبات ما ينفعش غير منه ميه هما عندي مطلوب ست حاجات عايز حد يقول لي حاجه ليه الميه مهمه النبات عشان ايه؟ الفوتو سنتر الذرات الهيدروجين اللي بتساعد في الكلوروجين مادر في المواد العضويه بتاعت النبات بتساعد فيها. عايز تعرف حاجه تاني؟ قول. نعم. صح فيها اكسجين هو مش انتوا واقفين على فيها عمليات مش انتوا واقفين على فيها عمليات في عمليات كتير بيسموها الاكسجين بتاع الجو العمليات دي منها حاجات دي الاكسجين بيسموه ايه؟ في الميه الميه بيسموه في الاكسجين طيب يبقى الميه في سبيل الترانسيشن في الجامعه الغد بتاع الغد ده الماده الحيه ده الليتر كونسيبت بتاعه اهم مكون فيه الميه البروتوبلازم. تاني حاجه التيرنز ذا مينرالز اند نيوترونز فروم ذا سيتوسيل يعني ايه؟ بتشيل نيوترز يعني ايه اللي هي النيوترز اللي هي الاملاح المينرال اللي هو الغذاء البحري والاملاح وكده بتشيل من الخلايا الخليه اللي بينقلوا من الخلايا الخليه مين؟ الميه. It is the medium of the metabolic reaction عمليات التمثيل الغذائي الميديم بتاعها الوسط اللي بتحصل فيه فين؟ الميه. الهيدروجين اتوم الدكتوره ايه؟ الهيدروجين اتوم incorporated in the organic matter during the photosynthesis. ذرات الاكسجين بتشارك في تكوين المواد العضويه اثناء عمليه الايه؟ الفوتوسينثيس اللي هي الايه؟ بناء الضوء. It forms the sorry. It participates in the cell irrigation. بتشارك مش الخلايا مش قلنا اللي بتاعت النبات بيحصل في صح؟ اللي هو الايرجيشن. ثلاثة أمور في صح؟ ايه اللي بيخلي النبات؟ تمام؟ ايه اللي بدأت في الانسبيريشن؟ ايه هو اخر حاجة في الانسبيريشن؟ طلع مية تمام؟ طب خلاص بسرعة اخر حاجة وعلى فكرة كل ما بقول ده ربع او 10 دقايق في اول محاضرة هتاخدوها في الفسيولوجي بعد الانترودكشن